الكلمات المجملة في مساد الاعتقاد لا تثبت ولا تنفى. يعني ايه كلمات المجملة؟ الكلمات المجملة التي لم يرد فيها نص، ولم يخض السلف فيها، لا تثبت ولا تنفى. يعني مثلا، يعني الله عز وجل متحيز ام غير متحيز؟ نقول هذا الكلام لا نثبته ولا ننفيه، لأن هذه ألفاظ لم يتكلم بها الله، ولم يتكلم بها رسول الله، ولم يها أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا الأئمة الأعلام، فنمسك حيث أمسك، فلا نقول هو متحيز ولا نقول هو غير متحيز، بل هذه الجمل جمل بدعية، وتركوها أولى، لأن الخوض فيها يؤدي إلى فساد. لو قلت إن ربنا غير متحيز يبقى ربنا ليس في السماء، ولو قلت إن ربنا في السماء ومتحيز يبقى ربنا عرض، يبقى ربنا مخلوق. ما هو كده كلامهم، هذا كلامهم. فهم يأتون بالألفاظ ويكسبونها معاني بعنديته. دي مشكلة خطيرة جدا، إن فيه هناك لفظ وله معاني، يقوموا شايلين المعنى بتاع اللفظ ويدوا له معنى هو إيه؟ من عندهم. هذا يعتبر فساد في المعاني. فساد في المعاني، وزي ما بيقول شيخ الإسلام قلب للحقائق. قلب للإيه؟ للحقائق. فلما نقول استوى يبقى استوى، أي علا وارتفع. لكن لما تقول استوى استولى، إذا هذا قلب للحقائق. لما نقول الله عز وجل ليس في السماء، لان احنا لو قلنا في السماء يبقى متحيز، ولو قلنا متحيز يبقى له جهه، ولو قلنا له جهه يبقى اذا هو مخلوق وعرض. هذا كلام فاسد، هذا كله كلام فاسد. فنثبت ما اثبت الله وما اثبته رسول الله وما اثبته الصحابه والتابعون واثبته تابعوهم والائمه الاعلام وما وقع به الاجماع صريحا. دي مسألة مهمة جدا.